ألف لام ميم. الله 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 الله. رتل القرآن كجوده وتدبر فيه. كأنهم فتيان. هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا. اتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا.
فمنا عليه. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضا، القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن الجبال الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشع
كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأسماء، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأسماء. قرآن فجر يا أخي مشمود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتقي أنك حافظ يا مسلما، ارتقي إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه عاملا ومعلما. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشامخات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما
فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. الجبال شاهقات على المدى تخشى عن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ. Perlu kami sampaikan, jadi kita bersyukur, sungguh ini adalah nikmat yang sangat mahal yang berupa hidayah Al-Quran. Ya Allah sudah memberikan kepada adik-adik semua kecintaan kepada Al-Quran, ingin menghafalnya, dan tentu bagi kita orang tua ini adalah anugerah yang sungguh sangat berharga yang perlu kita jaga dan kita kembangkan termasuk kepada diri kita semua. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود. الجبال شاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه عاملا ومعلما. شاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان.